اهلا وسهلا برشال. انا قلت ضيفه بس حضرتك من اهل البيت يعني. دائما يعني بتطلعي على المشاهدين مره بالجمعه وبتنصحيهم بكتاب، بس كيفك اول شيء قبل ما نفوت هيك بجو الكتب؟ كيف بهالسقعه؟ ماشي الحال. مجلده؟ ايه مجلدين هلا هون. ايه كثير هو ساقع كثير بلبنان وخاصه عندنا باستوديو، بس هيدي نعمه اذا فينا نقول، لانه يعني صحيح انه شتت وتلجت وكثير بردانين، بس فينا نقول انه المعدل السنوي للامطار يعني قارب تقريبا عن السنه الماضيه، رح نوصل تقريبا لنفس المستوى. وللاسف لكن باليابان مثل ما عرفنا اكيد كلنا للاسف هالزلزال اللي ضرب اليابان وادى لخسائر عديده بالارواح، تقريبا 300 قتيل صار فيه لحديت هلا. حرام، هو يمكن لو منهم هن مجهز زين اصلا بالبنيات تبعولهم انه ضد الزلزال، يمكن كان صار كوارث بعد اكثر واكثر. هلا بعد بكير نحكي اليابان بعده شوي متقدمين عن غيره. تنرجع شوي لكان على جو الكتب، ثينك بيج ميك ات هابن ان بزنس اند لايف، دونالد ترامب. اليوم هذا الكتاب يلي رح نناقشه نحن وياك رشال. شو هو موضوع الكتاب؟ هو كيف انت تحققي نجاحك بالحياه، وفي طبعا وصفه للنجاح اللي هو بيدعي لها دونالد ترامب. في كذا فاكتور لا تقدري انت تنجحي وهو بيدعي لها. مثل شو؟ فكر كبير، ثينك بيج، يعني كون خلاق، كون انت مختلف ومستقل بارائك وافكارك، اطلع من زاويه الراحه الكونفورت زون تبعيتك، موف اوت اوف ذا بوكس، يعني كون خلاق. ليش؟ لانه العالم متغير وبيفاجئك، انت مفروض تترأس الجميع، فمفروض تكون مترقب وحاضر لتقدر انت تصطاد الصفقات. نعم. وتحقق نجاح. يمكن بس نعطي لمحة سريعة للمشاهدين من هو دونالد ترامب. دونالد ترامب يعني رجل رجال الأعمال، بزنس مان من أهمهم بالعالم، مش بس بأمريكا، منتج طبعاً. وكمان هو عنده أصحاب، صاحب كمان فنادق، وكمان بفتكر هو رئيس لجنة الحكم بمركز ملكة أمريكا. مزبوط، هو بلش شيء وهيدي اللي بيدعي لك لإله، أنه طلع فكر أكثر من ما هو بلش، يعني بلش بدومين معين ورجع طلق لأشياء تانية مثل العقارات والفنادق وإلى ما آخره. وبيقلك أنت بتصنعي حظك، مظبوط في فرص، مظبوط في ناس محظوظين أكثر من ناس، ولكن أنت بتصنعي حظك. كيف؟ الحظ السليم هو وقت تلتقى التحضيرات مع الفرص. الفرص بتجي، انت بتكوني مراقبه مترقبه واعيه حاضره، بتستعملي عقلك دماغك، بتحطي جهدك، بتستثمري هيدا الدماغ بجهد تصنعي الحظ. ما بينكر انه في ناس محظوظين اكثر من ناس، هو مزبوطة هاي، انا شوي بامن فيها يعني، ولكن للأسف. انت فيك تصنعي حظك، بيقول لك المفروض تكوني انت ايجابيه لتقدري تجذبي الفرص، اذا كنت انت سلبيه بتطردي الفرص. مشان هيك الايجابيه كلها بتبلش بالعقل. يعني انت بعقلك بتصنعي العمل، انت شو انت بتفكري، يو ار وات يو ثينك. مشان هيك بيقول لك كل ما تجي لك فكره سلبيه محيها واستبدليها بفكره إيجابية. يعني هو اصلا يعني انهدمت الامباير تبعوله اذا فينا نقول كذا مره، بس رجع وقف على اجريه. ليش؟ كرمال هيك واحد لازم يعني يتشجع اكثر يقرا الكتاب، لانه انسان واقعي. وبيقول لك كمان احدى وصفات النجاح هي الواقعيه، هي اذا بدك سيف ذو حدين، يعني الواقعيه انك تتوقعي الفشل، تتوقعي الاخطاء، الاخطاء بتصير، ولكن اذا انت توقعتيها مش معناتها انت سلبيه او متشائمه، انت واقعيه انه هيدا الشيء بيصير. ما تخلي الفشل يهزمك، ما تعترفي فيه، قبلي ولكن ما تعترفي فيه، تغلبي عليه، تصدي له، تحديه، تطلعي على التحدي مش كتحدي ولكن على شو ممكن هالتحدي يصير. واقعية كمان يكونوا اجريكي على الارض، طول ما انك انت حاطه هدف بوجهك اجريكي على الارض، الانسان يعني ما ينصدم بالنهايه كمان. مش بس ما تنصدمي انه ممكن الفشل يوقع، ولكن انت عندك التزامات اخرى انك تقدمي اهم وافضل المنتوجات والخدمات. يعني ما تخلي اهدافك الكبيره وجرأة ارائك تنسيكي هدفك الاساسي هي خدمه الزبون. يمكن بس احلى شيء بهالكتاب رشال انه كمان يعني تجاربه الشخصيه اللي حطيتها بهالكتاب. لما الانسان بيقرا عن تجارب شخصيه، كيف واحد بيوصل لمحل معين، بتشجع اكثر انه يقرا الكتاب ويتعلم منه قصص كثيره. ايه طبعا، وهو كثير شغله بشجعها، بيقول لك انه بتوقعي
ترجعي بتتعلمي من اخطائك. هلا الاهم انك تتعلمي من اخطاء غيرك اذا صح التعبير. مزبوط. يعني في الاندستريز، في سوق عمل اخر، انت فيك تركزي على نقاط القوه عند الاخر بسوق عمله وتتبنيها لتعرفي كيف نجح. فيك تتجنبي نقاط الضعف عنده ولتعرفي انه هيدا فشله. هلا بس الحياه جدا قاسيه، سو انت حتتعرضي كثير، وبالتالي انت تكوني مترقبه وواعيه لما تليني ما تنكسري، تتاقلمي، تتغيري، تحاربي خوفك. هيدا اللي قصده، اطلع من الكونفورت زون تبعك. مزبوط. يعني يكون متغير دائم. بس اهم شيء انه وقت انت توصلي للقمه ما تقولي انا وصلت، وما تقولي انا ما بفشل. هيدا فشل بحد ذاته، وهيدا هزيمة بحد ذاتها. لأنه وقت أنت تقولي لنفسك هيدا الحكي، معناتها أنت عم تستخفي أول شيء بالهدف، عم تستخفي بالعمل والمجهود اللي بدك تحطيه، عم تفقدي الزخم اللي هو من أهم الإنجريدينتس المومنتم اللي حكي عنه، عم تفقد السيطرة والتركيز اللي هو كمان شيء جداً أساسي إنك تكوني أنت مركزة على هدف معين، ما تغضي نظرك عن الهدف، وبتفقدي كل شيء. كتاب رشال بالفعل كتير حلو، ولكن كتير ذكي كمان. يعني ايه طبعاً طبعاً. ما زال عم نحكي عن دونالد ترامب، بتعرفي قديه ثروته رشال؟ طبعاً أكيد لا، ما عندي أي فكرة ولا جربت أطلع على ثروته. ما أنا أنصدم. الأهم الأهم لقلك ليش، لقلك ليه، لأنه هو كمان بيذكرها بكتابه، ما المهم المال، المال بيجي تلقائياً، المهم النجاح. بس نحن هلأ بما أنا عم نحكي عنه، حابين نعرف إذا هو من الأوائل يعني بثروته. مجلة فوربس عملت نشرت قائمة بأغنى أغنياء العالم، منشوف سوا أكيد إذا هو من بين الأوائل الخمسة، منشوف سوا بهالريبورتاج. حلوه ومره. نشرت مجلة فوربس القائمة الجديدة بأثرياء العالم، وحافظ الملياردير المكسيكي واللبناني الأصل كارلوس سليم على المرتبة الأولى عالميا ب 74 مليار دولار من دون احتساب الكسور. والمرتبة الثانية برز مؤسس مايكروسوفت الأمريكي بيل جيتس، وبلغت ثروته 56 مليار دولار. أما الأمريكي وارن بافيت البالغ من العمر 81 سنة، فاحتل المرتبة الثالثة عالميا بثروة تقدر ب 50 مليار دولار. ومعروف أنه بافيت بدأ بشراء الأسهم وكان عمره 11 سنة، يعني صار له 70 سنة بيشتري وبيبيع. ورابع المليارديرية بالعالم والملياردير الأول بأوروبا هو برنار أرنو، والخامس عالمياً الأمريكي لاري أليسون مع 39 مليار ونص. أما لبنانياً ودايماً بحسب فوربس ماجازين، فبيحتل المقدمة رئيس الحكومة المكلف نجيب مئاتي وخيو طه مئاتي، وثروتهم بين مليارين ومليارين وستمائة مليون دولار لكل واحد منهم. بالمرتبة الثانية بهاء الحريري نجل الرئيس رفيق الحريري الأكبر، وثروته تقدر ب 2 مليار ونص دولار، وعالميا احتل بهاء المركز 459. والمرتبة الثالثة لرئيس حكومة تصريف الأعمال سعد الحريري اللي احتل عالميا المرتبة 595. أما المرتبة الرابعة لبنانيا فلأيمن رفيق الحريري، وثروته تقدر بمليار ونص دولار. أما فهد الابن الأصغر للرئيس الحريري فبيحتل المرتبة الخامسة، وبتقديرات أولية تقدر ثروة عائلة الحريري ومئاته بأكثر من 13 مليار دولار، وإن شاء الله تصير 26 مليار، ليش لا؟ أنا صراحة وقفت عاد بطل لي قلب عند أبدا يعني، بس حلو حبيت إنه إيه كارلوس سليم، أكيد كلنا بنعرف إنه أكيد هو الأول بالعالم. يعني حلو بس يكون اللبنانية متفوقين مترأسين. بقولك بعد هذا الكتاب اللي رح نقريه هيك رح نصير مليارديرية؟ هو مشكلة العالم متهيئين، منهم مهيئين. يعني عندك 98% من العالم إن كان رجال ولا نسوان ما عندهم هيدي الوصفة. هلا بس تصيري مليونيره تبي تطلع علينا بحلو مره ان شاء الله يا ريت وتذكرينا ان شاء الله. رشال يعطيكي الف عافيه، ونتشكرك على الكتاب اللي شرحتي لنا عنه اليوم. مشاهدينا اول بريك اعلان، ومن بعده بنتابع حلو مره، خليكم معنا. ابتكار ضد الهالات السوداء، سواد تحت العينين، جربت كل شيء؟ لازم تجربيه، مفعوله فوري. أول رولون كونسيلر 2 بواحد جديد من جارنيه، أولاً عناية للعينين بالكافيين، ثانياً كونسيلر بغطي السواد بلحظة، مفعوله فوري، جديد من جارنيه، رولون بالكافيين ضد السواد، اعتني بنفسك. جارنيه.
شلكت منتوس بيور فريش الجديدة بالسائل، انتعاش تحت درجة الصفر. انتخب منتج العام من المستهلك اللبناني. ترقبوا عرض برسيل سودا لربيع وصيف 2011 الجمعة بعد برنامج شو سرك. الهيئة البابا مش ممنون من أطباق البلاستيك الملوثة بالدهون، يمكن بصعوبة يجليها بس معقولة تبقى ريحة الزنخة فيها. شو الحل؟ بيخبيها أو بيرميها؟ في مشكلة؟ لا أبداً، بتركيبته الكثيفة فاري بيزيل الدهون حتى عن أطباق البلاستيك مهما عنيدة تكون، بتركيبة فاري الأكثر كثيفة وكان ممنون. يعني؟ شو يعني؟ فاري بتركيبته الكثيفة بيزيل الدهون حتى عن البلاستيك. كشفت الأبحاث الطبية كيفية ترميم البشرة مع نيوفاديول جي اف. فيشي ابتكرت الطريقة لتعبئة البشرة بعشرة أيام. الخدود بتمتلي، الرقبة بتشتد، وملامح الوجه بتنرسم عن جديد. فعالية مثبتة على كل علامات التقدم بالعمر. جديد نيوفاديول جي اف من فيشي، الصحة سر الجمال. بمناسبة عيد الأم، فيشي متوفرة اليوم بعروضات خاصة بالصيدليات. تلبس الفستان اللي بتحبيه سهل، بس يضل على قياسك أصعب بكتير. صار وقت تبلشي برنامج ل 14 يوم، خدي وجبتين مثل فتنس وخلي الوجبة الثالثة متوازنة غذائياً. بعد 14 يوم قلقي بفستانك، حافظي على رشاقتك مع برنامج ل 14 يوم من نسل فتنس. كثر عددهم، تدفقت تنبؤاتهم وقلت مصداقيتهم، فشو سر المنجمين؟ سري ولا بقوله لحدا بينزل معي على المقابر. هل تتقاضين مالا من سياسيين او رجال اعمال لتتوقعي لمصلحتهم في العلن؟ ليلى عبد اللطيف، هلا شايفه ثلاث كوارث بتصيب نعم. سياسيين نعم. هل تزور حساباتك عمدا من اجل المال؟ جمال ابو علي بشو سرك الليله بعد الاخبار على ال بي سي. عودة معكم مشاهدينا لمتابعة حلقة اليوم من حلوة ومرة، وهلأ رح نضوي على مهرجان سنوي منه فني ولا رياضي، وإنما مهرجان سوق الزهور. بتخبرنا عنه السيدة لطيفة اللقيس، رئيسة لجنة مهرجانات جبيل الدولية. سيدة لقيس أهلا وسهلا فيك.